يستفيد لاعبو فريق الوداد الرياضي لكرة القدم يوم الاثنين من يوم راحة بعد المباراة الودية التي فاز خلالها الوداد على وفاء وداد أحد أندية الهواة بمدينة الدار البيضاء بخمس أهداف دون مقابل، ومنح الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي بقيادة المدرب المساعد الأول مصطفى الخلفي يوم راحة للاعبين على أن تعود المجموعة الودادية إلى استئناف التدريب يوم الثلاثاء بإجراء حصص تدريبية مكثفة استعدادا لبداية الدوري الاحترافي الذي ستكون انطلاقته يوم الثاني من شتنبر المقبل. وكشفت مصادر مقربة من الوداد الرياضي أن مصطفى الخلفي استثنى بعض اللاعبين وخصص لهم حصص إضافية داخل القاعة من أجل تقوية عضلاتهم ورفع نسب جاهزيتهم قبل مباراتهم الرسمية الأولى أمام الفتح الرباطي في الدوري الاحترافي. يذكر أن فريق الوداد الرياضي يشارك في الدوري أحمد نتيفي بفريق يجمع بين بعض لاعبين من الفريق الأول والأمل يقوده المدرب هشام الإدريسي، علما أنه حصد الهزيمة يوم الأمس الأحد أمام المولودية الوجدية بأربع أهداف مقابل هدفين.